بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء 16 من شابتر 3 اللي هو السيبج في السويل، وهنستكمل استخدامات الفلو نت. احنا قلنا المرة اللي فاتت نقدر نطلع الكيو اللي هي ايه السيبج، المية اللي هتطلع من هنا لهنا كميتها قد ايه، وعرفنا نطلع الاتش عند كل نقطة. عند كل نقطة هنا اقدر اطلع الاتش عبارة عن طبعا هنا نسميها دلتا اتش، احنا هنسميها مثلا اتش بتاعتي ناقص الدلتا اتش في مين، في ان، حيث الان ديت اللي هي مين، عدد الدروبات اللي هي قبل الايه النقطه. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين، لو عايزين نجيب البور ووتر بريشر عند اي نقطه، البور ووتر بريشر عند اي نقطه، البور ووتر بريشر عباره عن اتش ناقص ان في دلتا اتش، انا ده ده الاتش التوتال اللي احنا جايبينه من شويه، ناقص زد في جاما ووتر، ناقص زد في جاما ايه ووتر. يعني ممكن اقول ان هو عباره عن ايه البور ووتر بريشر، جاما ووتر في اتش ووتر ناقص ان في دلتا اتش عند اي نقطه. طب ايه الفرق؟ هقول لك لا، دي اسمها اتش ووتر وليست ايه اتش. طب اتش ووتر دي ايه؟ اقول له اتش ووتر هي ارتفاع الميه العاليه عن النقطه اللي انت عايز تحسب عندها. مش فاهم حاجه. يعني لو انا عندي نقطه هنا مثلا كده، فين الميه العاليه؟ اهي، انا راسم بسكيل اقيس الارتفاع ده كله، يبقى ده اتش ووتر. طب بالنسبه لنقطه ايه؟ اهي، اسف، الميه العاليه اهي، اسف، دي اللي هي الاتش ووتر. الميه العاليه فين؟ اهي اتش ووتر بتاعتي، خلاص. ناقص مين؟ ناقص ان في دلتا اتش. فبالتالي اليو عند نقطه ايه عباره عن اتش ووتر واحد زائد زد بتاعتي. ليه؟ عشان انت هتقول ده زائد ده زائد ده، لا، احنا هناخد القانون بتاعنا الحلو ده اللي عباره عن مين؟ اتش واحد زائد زد اللي عندي هنا. يو ايه هي هيها يو بي، يعني عندنا نقطة دي مفيش مشكلة يعني. وابتدي بقى اجيب يو عند سي، يو عند دي، شايف اهي فين المية العالية؟ عند النقطة دي اهي. في كام دروب قبليها؟ واحدة. يبقى ابتدي احسبها بالطريقة اللي قدامك دي، يو دي، وهكذا نقدر نطلع البور ووتر بريشر. خلي بالك ده اسمه البور ووتر بريشر وليست التوتال هيد بتاعتي، بور ووتر بريشر عند اي ايه نقطة. طيب الحاجة الرابعة اللي احنا ممكن نجيبها، ممكن نجيب الهيدروليك جريديان اي عند اي نقطة. اي بتساوي مين؟ دلتا اتش على، طبعا دلتا اتش اللي هي بتساوي مين؟ اتش على مين؟ على الان جي. ما احنا متفقين ان دلتا اتش من زمان، امال ايه دلتا اس ديت؟ اهي دي اتش بتساوي على ان جي، ده اللي هي الهيد لوسز اللي بتاعت الدروب واحد. دلتا اس الافريج لينس اوف دروب بيفور ذا بوينت، ودي ببقى قايسها بسكيل. يعني انا عايز احسب الهيدروليك جريديان هنا، اروح اعمل ايه؟ بص شوف، شايف الحتة اللي قبليها ديت؟ اقيس الحته ديت الطول ده، ده اسمه دلتا اس اللي قبليها دي، واقسمه واجيب دلتا اتش واقسمه مين عليها، اقدر اطلع قيمه مين؟ الايه الهيدروليك جريديان عند اي ايه نقطه. طب نقدر نحسب الابليف على البيز بتاع الدم؟ سهله جدا، ادي البيز اهو شايفينه، عايز احسب الابليف، احسب عند النقطه دي وعند النقطه دي وعند النقطه دي وعند النقطه دي والنقطه دي، كام نقطه؟ خمس نقط. اجيب مين؟ اجيب اليو. فاكرين اليو اللي هي ايه؟ اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي البور ووتر ايه؟ بريشر. تنسيت البور ووتر بريشر. نحسب البور ووتر بريشر هنا وهنا 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 وهنا، خلاص؟ فبيطلع لي القيم بتاعتها. طبعا نفتكر كده برضك البور ووتر بريشر بيتحسب ازاي بسرعه كده. البور ووتر بريشر فين النقطه؟ انا عايز احسب عند النقطه دي. فين المايه العاليه؟ اهي المايه العاليه اهي، اقيس المسافه ديت، يبقى دي اسمها اتش. يبقى اتش ناقص في كام واحدة قبليها؟ ده في نقطة واحدة، خلاص يبقى ناقص واحد، في دلتا اتش، وابتدي اجيب بتاعتي. طب عايز اجيب النقطة التانية هنا، وهكذا، النقطة التالتة، النقطة الرابعة، وهكذا، اقدر اطلع قيمة مين؟ العدد بتاعي، واقدر اطلع قيمة اليوهات دي. ابتدي بقى ده شبه منحرف، اجيب المحصلة بتاعته، والمحصلة والمحصلة والمحصلة، وبعدين اجيب اليو اللي هي عبارة عن مين؟ كل القوة بتاعتي ديت في الآخر. يبقى جبت اليو اللي هي الابليفت بتاعتي، خلاص؟ مفروض مين اللي بيقاومها؟ وزن السد بتاعي، يعني لازم السد ده يكون وزنه اكبر من قيمه الايه الابليفت فاكتور اوف سيفتي، قيمته اللي هي مين؟ اللي هي 3. طيب كده خلصت الفوائد بتاعه الفلونت. لا لسه باقي، لسه جزء اخير في الفلونت هندرسه في المره القادمه ان شاء الله. شكرا.